معنا عبر سكايب مشاهدينا الكرام من الضفة الغربية المحتلة الكاتب الصحفي الفلسطيني محمد القيق. مرحبا بك سيد محمد. إذا وصف المحكمة الجنائية لهدم الكيان الصهيوني للخان الأحمر بجريمة الحرب، كيف تقرأه لا سيما أن الكيان الصهيوني ليس عضوا في هذه المحكمة؟ الاحتلال الإسرائيلي الآن يصعد وبشكل قوي جدا بشأن الخان الأحمر بفصل الضفة الغربية وتقسيمها وعزل القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يرى في كل القوانين الدولية غير مبالاة فيها وغير مهتم أصلا بنتائجها. نحن نعلم بأن هناك قرارات حازمة من مجلس الأمن على أقل تقدير أبرزها قرار حق العودة وقرار وقف الاستيطان وقرار العودة لخطة 4 حزيران عام 57، كل هذه لم تطبق. الاحتلال لا يرى في أي من هذه الأجندات الدولية والمؤسسات الدولية أي إلزام أو أي إذن هذا القرار. أفهم من كلامك سيد محمد أنه يعني ميدانيا على الأرض في فلسطين لن يثني الصهاينة عن مواصلة جرائمهم، ليس كذلك؟ نعم، سيزيد من الهجمة وسيزيد من التصعيد، لأن الاحتلال يريد أن يرى من خلال هذه الممارسات أنه الأقوى وأنه الأنجع في ذهاب ممارساته نحو إعادة القدس إلى المربع الأول الذي يريده الاحتلال. الخطير في هذه الممارسة أن الاحتلال الإسرائيلي يريد شطب القضية الفلسطينية، ليس فقط كونها دولة منزوعة السلاح أو أنها ضفة وغزة وفقط، هو يريد نزع الصبغة السياسية عن القضية الفلسطينية. الآن دور الفلسطينيين من خلال المحكمة الفلسطينية بالأمس في رام الله في بيت اللحم أصدرت قرارا بمنع هدم الخان الأحمر، وأن من يقوم بهذا الهدم يجب على القوة التنفيذية للسلطة وهي الشرطة والأمن أن يمنعها. هذا وجب الآن أن يرد إلى الأجهزة الأمنية وإلى الشرطة الفلسطينية كي تكون رادعا لهذه الممارسة الإسرائيلية بحسب قرار المحكمة الفلسطينية المحلية، يمنع هدم الخان الأحمر. هذا قرار صدر بالأمس من المحكمة الفلسطينية المحلية وهذا أمر مهم. نعم، في سياق ذاتي استمر انتهاكات الصهاينة ضد الفلسطينيين سواء في الضفة أو غزة، ألا يدفع باتجاه انتفاضة جديدة ويقوض فرص التهدئة؟ نعم، بالفعل الذي يحدث الآن وتحديدا منذ ساعات فجر هذا اليوم من تصعيد إسرائيلي واضح المعالم بل وقوي جدا في غزة يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لحرب ويجر المنطقة لحرب، خاصة نحن على وقع الحالة الإقليمية المتدهورة. يريد استغلال فرصة الانشغال الدولي، يريد أيضا استغلال فرصة أن القدس أهديت له من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي يريد أن يطبق سيادته. يخاف جدا من الوضع في غزة. قبل قليل انتهت اجتماعات في الكابينت الإسرائيلي، قررت بعض الأوساط والتسريبات أشارت إلى أن هناك قرارا بحملة عسكرية واسعة، هناك قرارا لربما بحالة اغتيالات محددة ورفيعة المستوى في المقاومة الفلسطينية في غزة، هناك إغلاق لمعابر قطاع غزة. هذا يعني أننا أمام مرحلة تصعيد إن لم تكن هناك وسطات واضحة تؤدي إلى هدنة أو إلى توقف للتصعيد الإسرائيلي على أقل تقدير المدى القريب. طيب، قرار أستراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لهذا الكيان الصهيوني، ألا يكرس قرار ترامب ويدفع دولا أخرى لاتخاذ القرار ذاته؟ قرار أستراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ألا يكرس قرار ترامب ويدفع دول أخرى للقرار ذاته؟ بالفعل نحن نعلم أن الأمريكان لديهم سيطرة على العالم ولديهم حالة اهتزاز واضحة في كل أوساط العالم، وبالتالي كل محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لإقناع العالم ستكون على حساب الفلسطينيين. يعني من المتوقع أن يكون هناك انتقال لسفارات دولية إلى القدس في المرحلة المقبلة، خاصة أن الوضع المالي لبعض الدول الأوروبية تحديدا ضعيف، وبالتالي يريدون تقوية الوضع المالي، وبالتالي هذا حالة من الاهتزاز،
حالة من التسهيلات الاقتصادية العالمية التي تقترحها أمريكا، ومن يعارض سياسة أمريكا سيتعرض للعقوبات. هذه السياسة الدولية التي تشنها أمريكا على أصحاب الحق والديمقراطية في العالم. هناك حق فلسطيني تم هدره بطريقة وقحة جدا من قبل ترامب وأهدافه إلى الإسرائيليين في ظل وجود قرارات دولية واضحة صريحة من مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية بأن المسجد الأقصى والقدس الشرقية هي أرض محتلة ويجب إعادتها بحسب القرارات الدولية. هذا لم يثني ترامب عن هذه السياسة التي يحاول من خلالها تمرير صفقة القرن. هذا يعني أننا قد نتفاجأ في الأيام القليلة القادمة أو الأشهر القادمة بنقل استفرار جديدة إلى القدس، وهذا يعني أنه له مدلول سياسي إما بالسيطرة الأمريكية على هذه الدول أو بحالة الانحطاط السياسي والأخلاقي الدولي وعدم وجود حياد في التعامل مع قضية الفلسطينية. عبر سكايب من رام الله محمد القيق الكاتب الصحفي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.